السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا إيميل عن مشكلتي مع التكنولوجيا الجديدة. الإيميل دوت مناسب للصف الثاني الإعدادي. Write an email، اكتب إيميل of 90 words من 90 كلمة to your friend سيد، اكتب إيميل لصديقك سيد to tell him عشان تخبره about your problems، عن مشكلاتك with new technology مع التكنولوجيا الجديدة. Your name is Amr، اسمك Amr، and your email address وعنوان بريدك الإلكتروني is amr@gmail.com. Your friend's email address وعنوان صديقك الإلكتروني is sayed@student.com. طبعا لما أجي بكتب الإيميل أول حاجة تو بكتب البريد الإلكتروني بتاع صديقي، بعد كده بكتب البريد الإلكتروني بتاعي في from، والسبجكت الموضوع مشكلاتي مع التكنولوجيا الجديدة. تعال نشوف حلنا إزاي. To إلى هكتب بريد إلكتروني بتاع صديقي sayed@student.com. from من مين؟ الإيميل بتاعي هنا amr@gmail.com. subject الموضوع my problems، مشكلاتي with new technology، مع التكنولوجيا الجديدة. ببدأ الإيميل بدير واسم اللي أنا بعت له دير سيد عزيزي سيد، وحط كومة فاصلة على السطر في مقدمة I am happy to write to you، أنا سعيد إن أنا بكتب لك. How are you and your family، كيف حالك وحال أسرتك. I'd like to tell you about my problems، أود إن أنا أخبرك عن مشكلاتي with new technology، مع التكنولوجيا الجديدة. Technology، التكنولوجيا is very important، مهمة جدا in our life، في حياتنا. It makes our life easier، بتجعل حياتنا أسهل and more comfortable، وأكثر راحة. We use technology، إحنا بنستخدم التكنولوجيا every day، كل يوم and everywhere، وفي كل مكان. The internet، الانترنت is a good example، هو مثال جيد of modern technology، للتكنولوجيا الحديثة. I use it to communicate with people all over the world، أنا بستخدمه عشان أتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم. I sometimes، أنا أحيانا use it، بستخدمه for fun، من أجل المرح. To make and watch videos، عشان أعمل فيديوهات أو أشاهدها. But لكن there are some problems، لكن في بعض المشكلات. I became addicted to social media، أنا أصبحت مدمن لوسائل التواصل الاجتماعي. I spend much time، أنا بقضي وقت كبير قوي on them عليهم. I need your advice، أنا محتاج مساعدتك. بعد كده في خاتمة see you soon، أراك قريبا. وبعدين بمضي yours المخلص ليك، واسمي هنا في الإيميل أمر. Thanks for watching.